أنا اسمي إيريني ماهر، الرابعة الجمهورية أدبي، مدرسة راهبات الراعي الصالح، وجايبة 99.4. هو الامتحان ما كان يعني ما حسيتش إن في امتحان معين خرجت منه اللي هو بعيط منهارة، يعني يعني حسيت إن الامتحانات كانت كويسة، ممكن بس شوية أسئلة كانت بتبقى رخمة، بس يعني اللي مذاكر وبيركز لا يعني تمام. كان علم النفس بس لفه شوية في الأسئلة، بس لا يعني حسيت إنه تمام برضو، يعني حتى اللي هيركز قوي هيعرف يجيب الإجابة. انا كنت مذاكره حلوه قوي، والمدام كانت بتعمل اللي عليها معانا والزياده يعني، بس تاريخ اكتر ماده ممكن يلفوا في الاسئله فيها، فانا كنت خايفه من كده يعني. يعني انا من اول السنه ومن قبل كده كمان كان نفسي اطلع من اوائل الجمهوريه، بس فكنت بشتغل طول السنه ان انا اوصل للهدف الهدف ده يعني. في الاول كنت بذاكر مثلا 8، احيانا اقل واحيانا اكتر حسب اللي ورايا يعني، بس بعد كده يعني في الاخر فتره لا يعني اللي هو كنت من اول ما بصحى الساعه 7 الصبح لحد 1 بالليل بفضل قاعده على الكتب يعني. نفسك تكون بتخش كليه سياسه واقتصاد؟ ده نفسك من زمان يعني؟ يعني مثلا من ثالثه اعدادي او حاجه زي كده. جامعه ايه؟ القاهره. عملت ايه بعد ما عرفت المجموع؟ قعدت اعيط يعني لو قعدت اعيط، واللي هو كنت ماشيه تقريبا الطريق كله بترعش من كتر مش مصدقه يعني.